أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المشاهدين الكرام، يسعدنا ويسرنا ويشرفنا أن نجلس وإياكم على مائدة القرآن الكريم. وقبل أن ندخل في شرح بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد، نستمع إلى قراءاتك، إلى قراءة كريمة من الأخوين الكريمين، الأخ طيب والحسين برواية قالون، والأخ الكريم محمد الحسن ولد مختور. تفضل الأخ الطيب، اقرأ برواية قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تفضل برواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. صلى الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. أيها الأخوة الكرام، لا شك بأن أفضل شيء وأسماه وأسناه هو هذا القرآن الكريم. فتدبر القرآن الكريم وتأمر القرآن الكريم والاستعداد بظلال القرآن الكريم من أنفع الأعمال الصالحة وأصلحها للقلوب، وهي مزكاة تزكي الأنفس والنفوس وتهذبها وتطهرها من أدران وأوضار المعاصي والذنوب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون له برنامج دائم مع كتاب الله عز وجل، به يسعد في الدنيا وبه يسعد في الآخرة،
يرقى ويرقى به في الدنيا وفي الآخرة. يقال لصاحب القرآن: يا ارتقي وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقبل أن ندخل في بعض التعليقات على بعض الأحكام، أحكام التجويد، نقرأ أيضا إلى الأخوين الكريمين الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي طبعا لما، هذه أحد حروف يرملون وهو الميم والنون إذا كانتا مشددتين فإن فيهما الغنة. ولما برزوا، الغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا هذا أيضا فيه استعلاء. قالوا بهذه الصيغة لا توجد في اللغة العربية ولا في القرآن. القرآن فيه قالوا وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا. حروف قلق الاستعلاء: قل خص ضغط ذات الاستعلاء، قل خص ضغط ذات الاستعلاء. هذه الأحرف فيها الاستعلاء دائما مصحوبة بالاستعلاء. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا ربنا أفرغ، هذا أيضا فيه مد منفصل، هو طبعا بالنسبة لورش عنده وجهان، خلفه عنده، بالنسبة لورش عنده وجه واحد وهو الإشباع، ستة في مد منفصل، وقالوا له وجهين معروفين. قالوا الخلف عن قانون المفصلين نحو ما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمز حال الوقف، لكن ورش عنده مد واحد وهو الإشباع، وإشباع دائما ورش ستة، وعند قالوا فيه القصر على الطبيعي. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. أفرغ علينا صبرا، هذا الباء أيضا هو أيضا حرف قلقل، صبرا وهذه قلقل قلق جد، هو حروف القلقلة مبينا سكونها للنقلة. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، صبرا وثبت أقدامنا. هذه أيضا النون قبل التنوين، هذا أيضا يشدد في حالة القراءة، شددهما من بعد نون المقطعي وبعد تنوين قراءة فعي. في حالة الرسم لا يبرز ولا يظهر ولا يكتب، لا تكتب الشدة، لكنها في النطق هي تضام عظاما ناقصا، عظاما ناقصا. صبرا وثبت، صبرا وثبت، هذا التنوين قبل الواو، قبل حروف يوي.
معروف كما نبهنا سابقا، ضامك ناقصة في يورا نونا وتنوينا وطابتا جرى، ضامك ناقصة في يورا نونا وتنوينا وطابتا جرى. الضام الناقص يكون في حروف يوي، وكذلك أيضا في الطاء والتاء، وكذلك في القاف قبل ألم نخلقكم، هذا ضام ناقص. فسطت فرطت حط، لا تقول أحط، تقول أحط، كما تقول صبرا وثبت أقدامنا، تقول من وجدكم وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا. كما نبهت سابقا الثاء حرف همس، بعض الناس يقول ه، ليست في القرآن ولا في اللغة العربية، أن تقول ث ث، ومثلها ف أيضا تقول ف. وثبت أقدامنا، أقدامنا هذه معلوم بنا عن ورش، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المفصل. ثبت أقدامنا بالنسبة لورش يقول ثبت أقدامنا، مثله يقسموا يجمعوا يدبرا ينتموا يوحيتوا إذا نرى. أما قالون وبقيت القراء يقول لا ينقل الحركة، يقول إذ أقسموا وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا. أراه ينبغي الشخص أن يكون حذر، قارئ أن يكون حذرا من قلقلة التاء. التاء حرف شدة ينحبس النفس عند النطق به، هو أجد قطبك ثمانية أحرف، جهر وشدته أجد قطبك ثمانية أحرف، هاي الأحرف الثمانية هي القاف والطاء والدال، أجد تاء والجيم قطبك، هذه أحرف شدة ينحبس النفس عند النطق بها. ولذلك لا ينبغي للشخص أن يقلقل التاء، وثبت أقدامنا. والقاف هنا أيضا مقلقلة كما مثل لأنها أحد حروف القلقلة، ثبت أقدامنا. وانصرنا، وانصرنا هذه أيضا إخفاء النون قبل الصاد، والنون تخفى قبل خمسة أحرف معروفة، وتظهر قبل أحرف الحلق، وظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع. وعظام في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. وانصرنا، والغنة هنا بما أنها قبل حرف الاستعلاء تكون فيها صفة الاستعلاء أيضا، فيها استعلاء. لا تقول وانصر وانصرنا، قل وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين هذه أيضا يملها ورش بدون خلاف، الكافرين مع كافرين بالياء والخلف في جبارنا، كما قال ابن بري رحمه الله درا لها معنى. والكافرين هذه من الإمالات التي يملها، من الكلمات التي يملها ورش بدون خلاف، كما نبهنا سابقا بأن الإمالة لغة من لغات العرب، الفتح والإمالة لغتان صحيحتان نزل بهما القرآن الكريم وقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والفتح لغة الحجاز، والإمالة لغة عامة نجد من تميم وأسد وقيس، لكن اختلف هل الفتح أصل والإمالة فرع عنه أو كل منهما أصل. فذهب الجمهور إلى الأول لأن كل ما يمال يجوز فتحه بخلاف الإمالة فلا بد لها من سبب، وأسبابها عند ورش خمسة، وهي أمال ورش كلما في الباب لسبب من خمسة أسباب، وهي انقلاب ألف عن ياء وشبه به وكسر جاي. والإمالة لأجل إمالة هي التي نبه إليها أيضا صاحب درء العلماء ابن بري، قال للإتباع لفات الله قبل الراعي، يعني يقول للإتباع معناها لأجل أن تتبع ذوات الواو ذوات الياء في الإمالة، فيحصل التناسب والتوافق بين رؤوس الآية كلها، ويكون جميعها على نسق واحد ومحل واحد، وهذا عند القراء يسمى الإمالة لأجل الإمالة، الإمالة أن تمال ذوات الواو
التي فيها خلاف مع ذوات الياء التي ليس فيها خلاف، وذلك ليحصل التناسب والتوافق، يكون جمع هذا على ساق ومحل، وهذا عند القراء يسمى الإمال لأجل الإمال. معناه تمال الكلمات الأصل فيها أن لورش فيها وجهين، وجب الإمال وجب عدمها، لكن لما كانت معها بعض الكلمات التي تمال بلا خلاف صارت هي تمال من أجل تلك الكلمات، مثل ذوات الآي عند رؤوس الآي، ذوات الياء عند رؤوس الآي هي التي نبه بعضهم جمع طه وسالة والضحى على العلق، طه وسالة والضحى على العلق والنجم والشمس والليل إذا غسق، واضف لها عبس وقيامة والنازعات سلبها علامة، بها الفواصل التي يمال بلا خلاف عندهم يقال. هذه ذوات الياء عند ورش عند رؤوس الآي يميلها بدون خلاف، فإذا كانت مع ذوات الواو أو كانت مع ذوات الياء التي ليست عند رأس آية فإنها تمال من أجلها، معناها الإمال لأجل إمال من أجل أن يكون جميعها على نساق واحد ومحل واحد، وهذا عند القراء يسمى الإمال لأجل إمال. وفيها طبعا عند ورش دائما التقليل، والعرش في جميع الباب ميلا، معناها ورش عنده التقليل دائما في الإمالة. وكما نبهت بأن كافرين هو هنا يميلها بدون خلاف، والكافرين قالون يفتحها أيضا بلا خلاف، والكافرين مع كافرين بالياء والخلو في جبير كما قال صاحب النجوم. ودائما الفتح في الباب، اقرأ جميع الباب بالفتح سوى هير اللي قالونا فمحضها روى، المهم البيت الذي كنت فرحان عنه، وقرأ ذوات الواي بالإتباعي بالإضجاعي لدى رؤوس الآي للإتباعي، وقرأ ذوات الواي بالإضجاعي لدى رؤوس الآي للإتباعي، هذا البيت واللي نبه المبر إلى الإمال لأجل الإمال، معنى أجل أن تتبع ذوات الواوي ذوات الإمال، ذوات الياء التي عند رؤوس الآي تتبعها ذوات الواوي التي عند رؤوس الآي والتي تمال بخلاف عن ورش، فيحصل التناسب والتوافق بين رؤوس الآي كلها، ويكون جميعها على نساق واحد ومحل واحد، وهذا عند القراء يسمى الإمالة لأجل الإمالة كما قال صاحب النجم الطوارئ. وهبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وراه هو الفتح المقصود عند القراء هو الفتح المتوسط ليس الفتح الكبير، هذا لا يوجد إلا في لغة العجم، لغة العجم هي التي يكون فيها يفتحون الفتحا زائدا الكافرين، واحد الفتح الكبير ذاك لا يوجد في اللغات العربية. فهزموهم بإذن الله، هاي الميم تخفى قبل الباء ومع الغنة، فهزموهم بإذن الله بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله بالنسبة لمد الهمزة هنا على مد الإبدال، هذا يمده عند ورش في ثلاث أوجه، وأقصر كما قال صاحب النجوم مع ورش توسط ثبت، وبعدها ثبتت أو تغيرت فأقصر وعن ورش توسط ثبت، هذه ما لم تكن هذه يوسطها اللي هو ورش ويقصرها ويمدها أيضا مدا مشبعا ومدا متوسطا مع القصر على الطبيعي. طبعا فاقصر لجميع القراء وهو أحد الوجوه لورش، ويزيد ورش عليهم بالتوسط وبالمد. وآتاه هذه التوسط والمد والقصر،
ومثلها إيمانا، ومثلها منو، ومثلها أوتوا، ومثلها آمن إلى آخره، سواء كان المد أحد حروف العين الواو أو الياء أو الألف. وآتاه الله، وآتاه الله أيضا هناك الإمالة، الإمالة معروفة قالون يفتحها، وآتاه وورش يميلها، وآتاه الله أيضا الواو وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة جميع القراء. وآتاه الله ما دامت اللام قبلها ضمة فإنها تفخم في جميع القراء، وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. وآتاه الله، وآتاه الله الملك والحكمة. هذا من التفخيم المشتركين فيه القراء كامل. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، علمه مما يشاء. هذا الهاء أيضا أعلم بأن صلة الضمير كما قال صاحبنا، أعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. وآتيه الله، وأعلم بأن صلة الضمير الهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. هذه الهاء هنا متوسطة بين حركتين، وعلمه مما يشاء، معناه أن الهاء إذا كانت بين حركتين فإن قانون يصلها، معنى أقصد نافع الشامل يورش وقالوا يصلها، معناه يزيدها بالمد. وإذا سبقها سكون أو كان بعدها سكون فإنه يقصرها. علمه الهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلة. وآتيه الله الملك والحكمة، طبعا التوسط عند ورش هي وآتيه الله، والمد فيه استثناء ما ذكرناه، كما نبه صاحب النجوم صاحب درر اللوامع ابن بري. وآتيه الله إنه يقصره كالقرآن. بعد هذا ثبتت وتغيرت، فاقصر مع ورش توسط ثبت، فلم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن. هو مسؤولا وضامن، معناه مذءوما ومسؤولا. والقرآن هذه العبارات، هذه الكلمات مستثناة من مد الإبدال بالنسبة لورش. هذا معناه إذا كانت قبلها سكون صحيح متصل بها فإنه يقصرها. هذا صحيح ساكن متصل، فذلك فرارا من الثقل، يعني الهمز بطبيعته في النطق به تكله، فسهلوه تارة وحذفه. تفضل تفضل تفضل، أسمعك. تفضل أخي، تفضل أخي، بارك الله فيك، أسمعك. اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبارك فيك. حياك الله وإياك، بارك فيك. اقرأ أخي. ما شاء الله، الحمد لله، الله يبارك فيك. راس بداية المقطع، ولما برزوا لجالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، فقتل داود جالوت وآتاه الله مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت، ولكن الله ذو فضل على العالمين.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تفضل الله هبكم الله تقبل الله منا ومنكم رزقكم ما في ما ما في تلاوة القرآن من أجر وثواب، جزاك الله خيرا. هزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه أيضا ميم مشددة فيها الغنة. مما يشاء يشاء أيضا فيها هذا المد متصل قبل الهمزة ويسمى بالمد الواجب ويمد بجميع القراء كما أسلفنا. وبالنسبة لقارون يوسطه. تفضل تفضل سيد أحمد أخي تفضل أسمعك سيد أحمد سامع هناك. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أخير تفضل الله. تفضل سيد أحمد بارك الله فيك تقبل منك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي سيد أحمد. قراءة جيدة ممتازة. فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله. طيب تقرأ المقطع يسمعه المشاهدون يكون ذلك تصحيحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. استغفر الله. شيخ دراسة المختلف تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. قراءة جيدة. بارك الله. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. مما يشاء كما نبهنا. يشاء هنا يمدها ورش إشباعه.
ورش ستة فلتعلمها والابن مينا أربعون فاهمة، هذا إذا كان قبل الهمزة واتفقا في لازم بستة. مد ورش كم؟ مد ورش ستة دائما. مد قالون ما عدا اللازم أربعة، أربعة في المد الواجب. والله مما يشاء، معناه هذا مد قبل الهمزة هو يسمى المد الواجب لأنه يمده جميع القراء بدون استثناء، بدون استثناء، ولذلك الشخص يحرص عليه. مد أربعا لواجب قصر منفصلا وأطلق أن تنتصر كما قال صاحب مضي الاختلاف. مد أربعا لواجب قصر، وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفاع الله علمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس، دفاع الله هي أيضا مثل سابقتها اللام قبله ضمة يفخم لجميع القراء، وخمت لله واللهم لكل بعد فتحة أو ضمة. دفاع الله الناس، دفاع الله الناس، هاي هنا مشددة أيضا الشمسية هنا تقرأ فيها الغنة. دفاع الله الناس بعضهم ببعض، كذلك الميم قبل الباء فإنها تخفى أيضا مع الغنة. ببعض الله فسدت الأرض، ببعض الله فسدت الأرض، التنوين نون التنوين والتنوين الساكنة هذه فيها الإضام الخالص في رل اللي هو الراء واللام، إذا كانت قبلهم قبلهما نون أو نون التنوين فإنهما تضامان إضاما خالصا. ولذلك ببعض الله فسدت الأرض، هاي أنا حرص دائما عليها، ببعض الله فسدت الأرض، النون لا توجد هنا وضمة اللام إضاما إضاما تاما، إضاما تاما. لفسدت الأرض، هي أيضا مثل هاي الأرض ينقلها ورش حركة الهمز ورش تنتقل للساكن الصحيح قبل الفصيل أو لام تعريف. كذلك في الأرض هذه ينقل همزة الراعي أيضا لحركة الراعي للام. الأرض معناها عندي حركة الهمزة، حركة الهمزة تنقل إلى اللام. الأرض بالنسبة لقارون يهمزها، والمهموز لقارون جمعه صاحب مضي الاختلاف، قال والأمر والأكل والأخذ الإتيان والاستدان والفكم عالميان لذا والاستجار تاس وتاسرون تستانسوا تاب قلوب استاخرون وياب مطلقا وتاويل كذا وتارك التعليم حقا نبذا متفكه ومدها مستانسون وغير الاسم ما على ما وغير الاسم ما على له تبين كلانا للارض الانفال مع واو الاولى مع عاد قد وقع يؤلف النسي ولا لاهب الى اخره. كلانا للارض كما نبه وغير الاسم ما على له تبين، بالنسبه للاسم لا يهمزها لانها همزه وصل، الأصل فيها أنها لا تكتب بالهمزة الاسم والاثنين حتى في اللغة العربية. يخطئ من يكتب الاسم أو يقول لها الاسم سواء كتابة أو لفظا، وكذلك يضمرها الاثنين. كلانا للأرض الأنفال مع واو الأولى مع عاد قد وقع يؤلف النسي ولا لأهب إلى آخره. المهم أن ورش يهمز هذه المذكورات، معناها ينقلها أو يبدلها أو يسقطها أحيانا، وبالنسبة لقالون يحقق في الجميع، في جميع ما ذكرنا. الأرض ولكن الله، ولكن الله هذه النون أيضا مشددة فيها غنة، واللام هنا مفخمة لنا قبلها فتحة. ذو فضل، ذو فضل على على العالمين، ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. لكن الله ذو فضل على العالمين،
تلك آيات الله، آيات هذا أيضا فيها مد إبدال، آيات الله نتلوها، آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذا في الوقف، هذا فيها القلقل، إذا وقفت عليها فإنك تقلقلها مقلقلة مشددة، وبينا مقلقلة مسكنا وبينا مغرق إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. إن حر القلقلة هي قطب جد، إذا كانت في الوقف فإن القلقلة تكون أبين وأظهر وأوضح. نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين، هذه أيضا نبه إلى أن فيها أيضا وأن لمن المرسلين، المرسلين هذا أيضا فيها وقف مثلها العالمين، هذا وقف هذا سكون العارض في خلاف الخلف المد لما تغير، ولسكون الوقف والمد أرى، ولسكون الوقف والمد أرى، معناه أن سكون الوقف هو سبب من أسباب المد، هو سبب من أسباب المد، وفيه ثلاثة وجوه، فيه المد وفيه القصر وفيه التوسط. وصاحب درار اللوامع مشابنا لنا فيها يرى هو المد، قال الأوجه الصحيحة مقرون بها والمقدم عنده هو المد. كتب الله نزل عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. ونحاول نقرأ إن شاء الله وبعدين نرجع لبعض التعليق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم وعلى رسول الكريم. ولولا ولولا دفاع، هذه انفرد بها نافع عن الستة، جميع القراء الستة يقرؤون ولولا دفع بالقصر وسكون الفاء، لكن الإمام نافع عليه رحمة الله انفرد بمدها ولولا دفاع، هذه دفاع يختص بها نافع عن بقية القراء، أو بالنسبة للقراء السبع، عن القراء السبع ينفرد بها عنهم. نص على ذلك الشاطبي أيضا، كذلك غرفة دائما اقترفها غرفة، غرفة أيضا جميع القراء يقرأوا غرفة ما عدا الكوه زي أبو عمرو يقرأون غرفة، اللي هو الكسائي يقرأ غرفة بضم، ومهره عاصم أيضا يقرأ غرفة بضم الغين.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طيب تقرأ لعلنا نتذكر بعض الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبك حسبك. طيب بهذا القراءة إن شاء الله نختم ختام مسك إن شاء الله لهذه الحلقة القرآنية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.